عيد الماضي احسن لو هسه الاقبال احسن؟ لا، العيد الصغير، عيد رمضان كان احسن، عيد الفطر المبارك اقبال الناس اقوى. صادفت انه بدايه موسم الصيف والعيد، فالاهالي يعني يسوقون مسواق كامل للاطفال. يعني قصدك انه اللي يتسوق قبل رمضان ما يتسوق بالعيد الكبير؟ 90% اللي يتسوق قبل رمضان ما يتسوق على العيد الكبير. شنو السبب؟ اكتفاء ذاتي طبعا بالملابس صار عنده. ثاني شيء، نحن هسه تقريبا عم نمر بازمه، ازمه وقود، ازمه شوارع، ازمه مواد غذائيه، يعني ازمه من ازمه، ما اعرف سبحان الله. يعني لو كانت الشوارع مفتوحه والجزر مفتوحه على مصراعيها كان الناس انتقلوا من الايمن والايسر ومن العكس تماما. يعني رب الاسره ما يعفو ويندار على السيره مال بنزين، ولا على المشتقات النفطيه الاخرى، ولا على الازدحامات اللي بالشوارع، ولا على المواد الغذائيه اللي الحصه التموينيه شهر تجي وثلاث اشهر ما تجي. ولا اثرت؟ كلها تاثر. هاي تعرف انت الانسان وايمتى يبدع؟ يبدع بالاستقرار. والله السوق يعني الاسعار مناسبه بس حركه ماكو، الناس ما تقدر تشتري. يعني حقيقه لان شغل ماكو، يعني الحال واقف. يعني الاسعار مناسبه جدا. مناسبه اي مناسبه. ما دام مناسبه ليش العالم ما يجون يشترون؟ اي ما شغل ماكو، شغل ماكو، حركه ماكو. يعني شلون تقدر تشتري اذا عندك شغل وتشتغل؟ ماكو شغل ما تقدر. تعتقد ان بعض العوائل يعني شالوا الملابس من الاطفال هم مال العيد الماضي حتى يعيدوا؟ اكيد اكيد اغلب العوائل سوت هيك. يعني مال العيد المضى يلبسوها بهذا العيد. بعض المواطنين يشترون من البدايه، يعني عيد الصغير عيد الكبير، اكو كان يشتري بعيد الصغير بعيد الكبير. انت اشتريت بالعيد الصغير؟ لا ما اشتريت، كانت حاله وفاتنا. نعم. هسه راح تعوض؟ نعوضهم ان شاء الله. زينه مناسبه والله، يعني 7000 6000 الكابوي. زينه ماكو اقل من شيء. بيتك وين؟ خارج الكسك. انتوا بالكسك ما عندكم محلات لو تشتري منهم؟ اكو بس نقول بابا طوب شويه، كل شيء حاجه موجوده مثلا وانسب شويه. ايش قد فرق الاسعار عن القرى؟ لا ما هو ذاك الفرق، القرى هم يبيعون زين. ما ذاك الفرق، بس انا لو اكثر الحاجات موجوده يعني. ما دور مثل محل واحد وتروح بغير مكان تدور محل، يعني كلها موجوده المحلات. زين، جنابك يعني تسوقت في العيد يعني؟ ايه والله تسوقنا بذاك العيد، وسمي بهذا العيد هم رادوا ورجعنا نسوق.